خويا بالنسبه للمقابله ديال الحريه كوناكري، الرباح ما كاينش حاجه من غير الرباح، شي حاجه اخرى من غير الرباح ما كايناش، فهمتيني. جبنا تماك تعادل في الادغال الافريقيه، كتعرف نتايا الادغال الافريقيه كيفاش كتكون، لي ميديتي داكشي طالع وبزاف. المهم بنزرتي عرف استفاد من الاغلاط ديال الماتشات اللي فات، مابقاش كيخرج يلعب لقدام ولا شاد اللور مزيان وحاكم 90 دقيقه ديالو. الروتور هي فاش خصها تسالي المنامه، الرباح ديالنا ان شاء الله باش ندوز للدومي فينا. النتيجه ديال الذهاب 0-0 كتبقى كتخلي الماتش مفتوح على جميع الاحتمالات. حنا الحمد لله كنلعبوا ماتش وهذا الماتش غيكون صعيب بزاف، وكنطالب الجماهير الوداديه قطع ورقتك وشجع فرقتك. كنشوف المباراه تكون صعبه، ما غاديش تغرنا ديك النتيجه ديال 0-0 عند حوريه كوناكري، ولكن حنايا اللعابه ديالنا غنقولوا الكلمه ديالهم ان شاء الله. كنطلب من الجمهور المسانده والحضور بكثافه. المقابله اولا المقابله ديال الذهاب كانت انتهت بالتعادل، والتوقع ديالي هنا هذه المقابله ديال الوداد خاصها تكون انتصار ان شاء الله باش نتاهلوا للدومي فينال، لان الوداد صاحب المقابلات الكبيره، تيكون في مناسبات كبيره تيكون قوي ان شاء الله.